الدروس المستفادة من حرب أكتوبر بالنسبة للمصريين إن المصري صعب إن حد يبوسه، صعب إذا ما لقي الاهتمام والتدريب صعب إنك أنت تقف قدامه. خير أجناد الأرض دي حاجة معروفة، إنما برضو بإيه؟ بالكفاح. يعني أنا ما وصلناش في حرب أكتوبر كده هميون تحتلها وقت العبور وعساكر تنزل وتلعب كورة وينزلوا القناة ويددلوا رجليهم في المية ويصطادوا سمك ويمصوا قصب، ده كلام كله، ده حقيقي، ده كله كان ضمن خطة الخداع الاستراتيجي اللي معمولة فيه. أنا عايز أقول لك حاجة كمان، أنا لسه حتى كنت بحكي لها الحاج هيفا السادات كان معانا في يوم خدماء المدفعية يوم الثلاثة اللي فات ده أول امبارح، بنعمل إحنا خدماء المدفعية بتجمع كل يوم ثلاثة من كل شهر بنروح هناك نقعد مع بعض. رئيس السادات جالنا قبل الحرب بشهرين، عبقرية مش ممكن، رئيس دولة جاي يزور القوات ويقول لك، طبعا الناس كلها إيه؟ مش عايز أقول لك الهمهمات شكلها إيه؟ قبلها بشهرين وواخد القرار، فده قدام الضباط كله، ربنا أنت بقى شرك. يعني إحنا لولا رجل المشاهد اللي قاعد قدامنا ومعانا ما كناش نقدر نحارب. لولا المعلومات بتاعت المخابرات اللي قالتها لنا ما كناش نعرف نحارب. لولا ضربة الطيران وقصفة المدفعية اللي مهدت الطريق عشان نعبر ما كناش نقدر نحارب. إذا المعركة معركة أسلحة مشتركة. فإذا لما أنا أقول إن على سلاح معين هو صاحب الفضل يبقى أنانية، إنما هي كلها سيمفونية، سواء أثناء الإعداد أو أثناء المعركة كانت الحقيقة سيمفونية رائعة وأقادها المصريين. الله أكبر، 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 أكبر.